صباح آخر دائما في مدينة واتسو في المدينة التجارية، وآخر يوم من سنة 2022، وداخل الديناميكية الكبيرة التي تعيشها الأسواق الشعبية، أخذنا قسطا من الراحة في المقهى العتيق، مقهى زجهك البيرو، الذي كان ملتقى للمجاهدين خلال حرب التحرير، يقع في أقدم سوق بوادي سوفة الذي يعرف نشاطا كبيرا ويستقبل يوميا جموعا كبيرة من السياح من كل حدب وصوب. صباح الخير دائما من مدينة وادي سوف. لليوم الثالث، واليوم رانا متواجدين في مقهى الزجاج الذي يعتبر من أقدم المقاهي في وادي سوف، وين كانوا يتواجدوا هنا ويتجمعوا هنا في الثورة التحريرية المجاهدين. ونروحوا نتعرفوا على تاريخ هذه المقهى مع صاحب المقهى السيد سعيد. المقهى هذا موجود من عام 1931، هو موجود كمقهى. المقهى هذا شهد عدة أحداث تاريخية، من بينها احتضانه لأول مقر لحزب الشعب بيبيا في الثلاثينات، وفي عهد الثورة كان مجاهد هنا وهو قهواجي، واعتقلته سلطات الاحتلال عدة مرات، وقدم خدمات جليلة للثورة وهو المجاهد مسعود خونة الله يرحمه ويوسع عليه. كما راكم تلاحظوا، المقهى هذا راه مازال محافظ على التراث وعلى الأدوات القديمة، ومازال كما راهو صغير فيه والو، مازال محافظ على البناء وعلى القوس وعلى القبة وعلى الأشياء اللي معناها الأراب وميزيلمان، التراث الإسلامي المعماري. المقهى هذا تو احنا باش نحكوا عليه بين الماضي والحاضر. الماضي كان مكان لقاء، يجوا المجاهدين هنا يتلاقوا يلموا، قلنا للثورة كما كنت نحكي لكم، يروحوا لليبيا يجيبوا سلاح، وهناك مجموعة أخرى تطلع على اللوراس يتلاقوا فيه المجاهدين، هذا كان الهدف من تاعه.